ان شاء الله الجزء اللي هنقوله حالا بقى هو جزء الديد سبيس. كده احنا خلصنا جزء اللونج سيرفكتنت اللي هنتكلم عنه حالا هو الديد سبيس، وكنا في اول حصه خالص خدنا معلومه بسيطه يعني ايه كلمه ديد سبيس، وقلت لك ديد سبيس معناها ما اسمهاش منطقه ميته، اسمها منطقه بيحصلش فيها جاز اكسشينج. وفي الحصه الثانيه لما خدنا النورمال والافكتيف بالمونري فنتليشن قلنا ان الافكتيف بيبقى التايدل ناقص الديد اللي كان مقداره كام لو حد فاكر 150. عشان كده اول معلومتين انت عارفهم، اول معلومتين بيقول ايه؟ ايه هو الديفينيشن اوف ديد سبيس؟ بيقول لي ده فوليوم اوف اير كم الهواء which doesn't undergo gas exchange. دي اهم كلمه، اللي ما بيحصلوش تبادل غازات with blood مع الدم، والرقم بتاعها بيبقى 150. اذا الديد سبيس مقدار الهواء هو 150 مللي. وبص بقى اللي انا عاوز اوضحه لك ده، تخيل ان احنا كده ده الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي بادئ الاول بالمنطقه اللي كانت اسمها اير كوندكتنج زون. بصوا بقى الاير كوندكتنج زون هي اهم حاجه بنعتبرها دي سبيس. تخيل دلوقتي ان انا هاخد انسبيريشن ده كده الاير كوندكتنج زون، ده كده الاتموسفير، دي كده الالفيولار. بص التشبيه عشان تبقى انت فاهم، يعني مين بره الاتموسفيريك اير الهواء بتاع الجو، ومين اللي هنا الالفيولار اير، ومين اللي هنا الاير اللي في الاير كوندكتنج زون اللي هو الديد سبيس. سؤال بقى، لو هاخد انسبيريشن، لو هستنشق، دايما الهواء بيتحرك ككتله، يعني ايه؟ لو في شويه هواء في الاير كوندكتنج زون بينزلوا للالفيولار، لو في شويه هواء موجودين في الاير كوندكتنج وعاوزين يخرجوهم بيخرجوا للاتموسفير. فتخيل دلوقتي في شويه هواء هنا كده، دول المفروض ان هم ديد سبيس اهو. انت جيت خدت نفس انسبيريشن، الهواء اللي داخل هيعمل ايه في الهواء ده؟ هيزقه لتحت. امال مين الهواء اللي يقعد هنا؟ اللي داخل، اللي لسه داخل، صح؟ امال لو انا هعمل استنشاق الهواء اللي هنا هيحصل له ايه؟ لو هعمل اسف زفير الهواء ده هيحصل له ايه؟ هيخرج، ومين اللي هياخد مكانه؟ اللي كان تحت. فالفكره كلها ان اللي بيجي من بره بيزق واللي بيجي من تحت بيزق. يبقى السؤال، لو قلت لك في اخر الانسبيريشن، انت خدت انسبيريشن في اخره، الهواء اللي هنا في الاير كوندكتنج زون هو هواء اتموسفيريك. امال لو جيت عملت اكسبيريشن، يبقى الهواء اللي هنا الالفيولار اتحرك زق وقعد هو هنا، يبقى الهواء اللي هنا بقى الفيولار. كمان مره اهو، في هواء بيكون موجود اتموسفيريك، ادي الاتموسفيريك، وادي بتاع الديد، وادي بتاع الالفيولار، ادي الاتموسفيريك اهوت وادي الالفيولار وده الديد. انت دلوقتي هتاخد انسبيريشن، يعني الاتموسفيريك هو اللي هيخش، الهواء اللي كان في الديد ده هيحصل له ايه؟ هينزل هو للالفيولار، يقوم الهواء اللي في الاتموسفيريك هو اللي ياخد مكان الديد. فلو جيت قلت لك في اخر الانسبيريشن الهواء اللي مال المنطقه اللي اسمها الديد سبيس هو هواء اتموسفيريك، طب تعالوا نعمل العكس بقى، هنعمل اكسبيريشن، في الاكسبيريشن الهواء اللي في الالفيولار هيروح فين؟ للديد، والدواء اللي والهواء اللي كان في الديد هو اللي هيطلع بره، يبقى الهواء اللي موجود في الديد سبيس لو هعمل اكسبيريشن بقى الهواء الالفيولار. الفكره ان الهواء عمال يتحرك، يروح فين عشان يزق، او يروح فين عشان يزق، سيان لبره او سيان لجوه. فالمعلومه اللي عندك بتقول الديد سبيس مليانه انهي هواء؟ مكتوب عندك بيقول ديد سبيس. وخد بالك عشان ما حدش يهيئ له ويسالني السؤال ده، مش معنى ان الهواء موجود هنا ان يبقى هم شويه الهواء دول هم الديد سبيس. الفكره يا جماعه مش في الهواء، الفكره في السبيس، في المنطقه. يعني وجود شويه الهواء دول هنا ما يحصلهمش جاز اكسشينج، امال نفس شويه الهواء دول لو نزلوا هنا يحصل لهم جاز اكسشينج. فالفكره مش في الهواء، الفكره في ايه؟ في المنطقه. عشان كده سميناه ديد سبيس. فبيقول لك الديد سبيس از فيلد ويز، مليانه ايه؟ في نهايه الانسبيريشن، ات ذا اند اوف انسبيريشن، فهمني انت يلا، في نهايه الانسبيريشن الهواء اللي هنا هو اللي جاي من ايه؟ من الاتموسفير، يبقى هي مليانه اتموسفيريك اير في نهايه الانسبيريشن. امال في نهايه الاكسبيريشن هتبقى مليانه الفيولار اير. سؤال بقى، مين اللي يطلع الاول في حاله الاكسبيريشن؟
يعني انت لما تيجي تعمل اكسبيريشن مين اللي يطلع الاول؟ ما تقوليش اتموسفيريك، ما اتموسفيريك في الجو اصلا هو بره، يبقى مين اللي هيطلع الاول؟ اللي في الديد سبيس. عشان كده بيقول لك لما تيجي تعمل اكسبيريشن مين اول هواء هينطرد من جسمك؟ اللي في الديد سبيس. عشان مين ياخد مكانه؟ الالفيلر. عشان كده مكتوب عندك بيقول this means that on expiration لما تيجي تعمل زفير الاير اللي في الديد سبيس is expired first، الهواء الموجود هنا هو اللي هيطلع الاول. يبقى سؤال بقى، شويه هواء هنا همت مصدرهم ايه؟ حالا ما اعرفش، بس انا هاخد انسبيريشن. فلما اخد انسبيريشن الهواء اللي هنا هينزل الفيلر، والمنطقه اللي في الديد سبيس الهواء اللي فيها هيبقى الاتموسفير. طب دلوقتي هعمل اكسبيريشن، اول هواء هيطلع هو اللي في الديد سبيس، فيقوم جاي ده طالع، ومين اللي ياخد مكانه؟ الالفيلر اير. دي الملحوظه اللي عندك. الديد سبيس عندنا ثلاث انواع، فالعنوان اللي هنتكلم عنه هو تايبس اوف ديد سبيس. ما هي انواع الديد سبيس؟ وخد بالك انا هفضل اقول نفس المعلومه، انا مش بتكلم عن الهواء، انا بتكلم عن المنطقه. عشان كده سميناه سبيس، ما سميناهوش ديد اير مثلا، سميناه ديد سبيس. انا بتكلم عن المنطقه. عندنا ثلاث انواع من الديد سبيس، يا اناتوميكال يا الفلر يا فيسيولوجيكال ديد سبيس. يا اناتوميكال ديد سبيس يا الفلر ديد سبيس يا فيسيولوجيكال ديد سبيس. استاذنك سيب اللي معاك كله وخليك معايا بقى هنا سوا. لما خدنا اول حصه خالص الاير كوندكتنج زون في المحاضره، ما كانش متقال ساعتها ان ده حاجه دي ديد سبيس ولا مش ديد سبيس، بس انا حبيت انا ازودها لك هناك عشان لما اوصل هنا فاهمها لك. واحنا لما خدنا في اول محاضره خالص الاير كوندكتنج زون، قلنا الاير كوندكتنج زون دي كانت بتشمل ايه؟ النوز والنيزوفاركس واللاركس والتراكيه والبرونكاي والبرونكيول والتيرمينال برونكيول. وقفنا عند هنا ما دخلناش السبايرال، وقفنا عند الترمينال. قلنا المناطق ديت ما بيحصلش فيها ديزيز تشينج، وبالتالي بتعامل كانها ديد سبيس، صح؟ لا، هي اسمها اناتوميكال ديد سبيس. هي ما اسمهاش ديد سبيس بس، هي اسمها اناتوميكال ديد سبيس. فاحنا دلوقتي الديد سبيس دي ثلاث حاجات، يا اما ايه يا اناتوميكال يا الفلر يا فيسيولوجيكال. مين هي الاناتوميكال بقى؟ الاير كوندكتنج زون دي الاناتوميكال. امال مين هي الالفلر؟ اسمع دي، في الطبيعي الالفيولاي بيحصل عندها جاز اكسيتشينج ولا بيحصلش؟ بيحصل. اذا اي هواء موجود في اي الفيولاي بيحصل له جاز اكسيتشينج، وبالتالي ما هوش ديد سبيس. السؤال بقى، طب لو في الفيولاي باظت، الهواء اللي فيها هيبقى يحصل له جاز اكسيتشينج؟ لا، فالهواء اللي فيها بقى ديد سبيس، لان مش هيحصل له جاز اكسيتشينج. بس السؤال ده حاجه طبيعيه ولا حاجه مرضيه؟ مرضيه. في الطبيعي ان كل الالفيولاي بيحصل فيها جاز اكسيتشينج. طب لو في الفيولاي ما حصلش عندها جاز اكسيتشينج والالفيولاي باظت، بتعامل كانها ديد سبيس، ما الفيولار ديد سبيس. امال مين هو الفيسيولوجيكال؟ ناتج دمع جمع الاناتوميكال زائد الالفيولار. يبقى اناتوميكال زائد الفيولار يساوي فيسيولوجيكال. بص على المعلومه انا اقولها دي بقى، في النورمال يعني الرئه سليمه مفيش امراض، الفيسيولوجيكال هيساوي الاناتوميكال. ليه؟ لان كل الادويه شغاله، هيبقى الالفيولار مقداره زيرو. امال لو في حاله مرضيه نلاقي ان الفيسيولوجيكال اكبر من الاناتوميكال. يبقى في الطبيعي مين بيساوي مين؟ لان مين مش موجود؟ الاناتوميكال بيساوي الفيسيولوجيكال، لان الالفيولار شبه مش موجود. تعال بص على المكتوب عندنا، احنا عندنا كام نوع من الديد سبيس؟ ثلاثه. رقم واحد اناتوميكال ديد سبيس، وده الفوليوم اوف اير. احنا قلنا الديد سبيس هي عباره عن المكان، فوليوم اوف اير اللي في الكوندكتنج اير واي. وايه الكوندكتنج اير واي ده؟ اللي هو يقصد بيها الاير كوندكتنج زون، اللي هي بتشمل مين؟ نوز وفارنكس ولارنكس وتراكيه وبرونكاي وبرونكيول، لحد ما ننزل كاتب عندك لحد ما ننزل للريسبيراتوري. هو يقصد يعني لحد نهايه الترم، لحد اخر الترم، لحد ما تكون هتبدا ريسبيراتوري. بيقول لي وير نو جاز اكسشينج تيك بليس. هنا ده في النورمال ولا في الحاله مرضيه؟ يعني دايما بيبقى فيه اناتوميكال ديد سبيس، ده رقم ثابت موجود دايما. تعالوا نبص على الالفلر بقى،
ايه الالفلور ديد سبيس ده؟ ده كم الهواء اللي موجود في النون فانكشنينج الفيولاي، في الالفيولاي اللي مش شغاله. هي شغل الالفيولاي انها تعمل جاز اكسشينج، لو ما اشتغلتش مش هتعمل جاز اكسشينج، يبقى الهواء اللي فيها ديد سبيس. عشان كده بيقول لك كم الهواء اللي موجود في النون فانكشنينج، دي اهم كلمه في النون فانكشنينج. انك لو في الامتحان كتبتها فانكشنينج يبقى انت بوظت الدنيا خالص، لان مش هيبقى في ديد سبيس اصلا، فلازم تقول في النون فانكشنينج الفيولاي. هو ايه اللي يخلي الالفيولاي تبقى نون فانكشنينج اصلا؟ مكتوب عندك بقى الاحتمالات اهو، بيقول لك ممكن يكون نتيجه ديكريز اوف بلاد فلو تو زم، يعني نقص الدم اللي بيروح لهم، زي ما خدنا كده في السرفكتنت اللي هو اوكلوجن اوف بالمونري ارتري، لو كم الدم اللي رايح قل الالفيولاي تبوظ، او اكسس اير مور ذان نيدد. واسمعني بقى، هي لو الالفيولاي مش واصل لها دم اصلا هتشتغل حلو، يعني كل الهواء اللي فيها الفيولار ديد سبيس. طب سؤال بقى، لو انا عندي الفيولاي والالفيولاي دي فيها كم هواء مقداره 300، ارقام وهميه طبعا مجرد تشبيه، حصل جاز اكسشينج ل 200 وانا محتاج 200 بس، هل ينفع اقول ان ال 300 دول الفيولار ديد سبيس؟ لا، امال هقول كام؟ ال 100 اللي متبقي ايه؟ عشان كده لو انت عندك كم هواء اكتر من اللي انت محتاجه، يعني بس عندك 300 وانت محتاج تعمل جاز اكسشينج ال 200، فاللي انت عملت لهم جاز اكسشينج دول مش ديد سبيس، اللي هيتبقوا من ال 100 اللي هيتبقوا دول ديد سبيس، دول كم الهواء اللي موجود اكتر من اللي انت محتاجه، وده بيعمل الفلور ديد سبيس. يبقى الالفلور ديد سبيس اما انه يكون الهواء كله في حاله ان الالفيولاي نفسها بايظه مش واصل لها دم، او انه يكون الشويه الباقيين لو انت كان عندك كم هواء كبير عملت جاز اكسشينج لشويه وبقى شويه زياده عن حاجتك، الزياده عن حاجتك ده بيعمل كانه الفلور ديد سبيس. امال بالنسبه للفيسيولوجيكال بقى، في الفيسيولوجيكال بيقول دي الاناتوميكال ديد سبيس زائد الالفلور ديد سبيس ناتج جمع الاثنين. بس ات نورمال بيرسون، او ان نورمال بيرسون، نورمال هنا يقصد بيها ان مفيش مرض في الالفيولاي، يعني الالفيولاي سليمه. النورمال بيرسون اناتوميكال ديد سبيس اند فيسيولوجيكال ديد سبيس، بيقول مين ومين؟ اناتوميكال وفيسيولوجيكال از ايكوال قد بعض، لان في النورمال مين اللي يعتبر كانه ملغي؟ الالفيولار كانه ملغي. عشان كده بيقول لك في النورمال بيرسون الاناتوميكال ديد سبيس والفيسيولوجيكال ديد سبيس ار ايكوال. ليه بقى؟ لان كل كلمه نورمال معناها اول الفيولاي ار فانكشنينج، كلهم شغالين. معنى كلمه اول الفيولاي ار فانكشنينج يعني مفيش الفيولار ديد سبيس، وبالتالي الفيولار ديد سبيس بتساوي زيرو. يبقى مين زائد مين؟ اناتوميك زائد الفيولار بيساوي فيسيولوجيكال. في الطبيعي اناتوميكال بتساوي فيسيولوجيكال لان مفيش الف، لان مفيش نون فانكشنج الفيولا. طب لو حصل مرض بقى هيبقى فيه نون فانكشن، يعني هيبقى فيه الفيولا، فيبقى الفيسيولوجيكال اكبر من اناتوميك لانه هيضاف له قيمه الالفيولا. مكتوب عندك بيقول امبيشنت، حتى هو بادئ الكلمه اهو امبيشنت، يعني هو شخص مريض ويز بارشلي فانكشنينج. كلمة بارشلي فانكشنينج معناها الالفيولاي شغالة نص نص، اور نون فانكشنينج او مش شغالة خالص، يعني لو في خلل ولو خلل بسيط في الالفيولاي الفيسيولوجيكال ممكن تصل الى 10 اضعاف الاناتوميكال. يعني معنى كده انها اكبر ولا اقل ولا بيساوي؟ اكبر، لان هيضاف لها قيمه الالفا. عشان كده في الام سي كيو في النورمال احط بينهم علامه تساوي، امال امبيشن احط علامه اصغر من، لان دايما مين اللي بيبقى اكبر من الثاني؟ لو في الفلر بالفيسيولوجيكال، وبالتالي تاخد بالك في النورمال بيبقى يساوي، انما في حاله المرض الفيسيولوجيكال بيبقى اكبر من الاناتوميكال بمقدار قد يصل الى 10 اضعاف احيانا في بعض الناس. الاكسس اير ده هيفضل موجود لحد ما تيجي مره يخش كم هواء قليل يقوم حاصل له جاز اكسشينج. بمعنى
انا الطبيعي ان انا مثلا محتاج هنا 200. بصوا يا جماعه عشان حته الاكسس اير دي، الطبيعي ان انا محتاج هنا 200 عشان يحصل مثلا فور اكزامبل اكسشينج. انا بتكلم على قد مستواكم لان الكلام ده مش صح، الكلام ده ان لازم فيه شويه هيتبقوا هنا اصلا، بس انا هقول حاجه على قد فهمكم. الحصه الجايه هغير الكلام ده تغيير بسيط. اقول صح ان ده احنا محتاجين 250. ال 250 دول يا اما يحصل لهم كلهم جاز اكسشينج، يا اما يحصل ل 200 ويبقى 50. يبقى انت الساعه كام؟ 250. 50 دول هيحصلوا لهم ايه بقى؟ دلوقتي طلعت كام؟ 200 وبقى 50. في الشويه اللي بعدهم هيجي 250. بقى عندك كام دلوقتي؟ 300. ال 300 يكون جاي طالع منهم 200 وهيتبقى 100. افرض جه في المره اللي بعدها ودخل لك 100 بس. انت عندك اوريدي في احتياطي، الاحتياطي مع اللي داخل يكفيك لحد ما في النفس اللي بعدها يكمل تاني، بمعنى اصح شويه الهواء اللي بيفضلوا يتبقوا دولت بيتحطوا كمخزون احتياطي. طول ما انت بتنفس طبيعي مفيش مشكله، الفكره كلها لو جيت في مره وكم الهواء قل. هل انا اتاثر؟ لا، لان انت كده عندك مخزون. ده فكره الاكسس اير. مؤقتة، لان احنا اتفقنا الفكره كلها مش في الهواء، الفكره كلها في المنطقه وفي الظروف المحيطه بيه. لو عمل الجاز اكسشينج خلاص ما عادش ليه سبيس. السؤال اللي بالنسبه لكم عاوز توصلوا، هل الشويه اللي هيتبقوا دول هيفضلوا طول عمرهم دي سبيس؟ ممكن بعد شويه يحصل لهم جاز اكسشينج ويجي غيرهم من سبيس. هي حاجه مؤقته. ايه بقى الفاكتورز افكتنج الديد سبيس؟ ايه العوامل المؤثره في الديد سبيس؟ بصوا يا جماعه، لو حد خد باله دلوقتي احنا بنتكلم عن الديد سبيس كانها هي الاير كوندكتنج زون، صح كده؟ لان انت في الطبيعي ما عندكش الفيولر، ويبقى الفيولر هو الاناتوميكال، يعني دايما بنتعامل مع الديد سبيس على انها الاير كوندكتنج زون. سؤال بقى، هو كم الهواء اللي في الاير كوندكتنج زون يحصل له ايه لو انا وسعت الاير كوندكتنج زون؟ يعني لو الاير كوندكتنج زون دي وسعت، كم الهواء اللي فيها هيزيد، يبقى كم الديد سبيس هيزيد. فاكرين في السمباثيتك وفي البارا سمباثيتك لما كنا بنقول السمباثيتك بيعمل ايه والبارا بيعمل ايه؟ السمباثيتك كان بيوسع، كان بيعمل برونكو دايلاتيشن، والبارا كان بيضيق. سؤال بقى، السمباثيتك يعمل ايه في الديد سبيس؟ ما تنطليش على الاجابه هتهري بالترتيب. السمباثيتك يوسع الاير كوندكتنج زون، فكم الهواء اللي فيها يزيد، فالديد سبيس يزيد، يبقى دايما السمباثيتك بيزود الديد سبيس. طب والبارا؟ ما تنطليش على الاجابه، البارا بيضيق الاير كوندكتنج زون، فكم الهواء يقل، فالاير كوندكتنج زون كم الهواء اللي فيها لما يقل معناها الديد سبيس قل. يبقى دايما هنتكلم عن كل حاجه كانها سمباثيتك وبارا، عشان انا بحب بالفاكتورز افكتنج ارجع كل حاجه للسمباثيتك والبارا. تعالوا نبص على اول عامل اللي هو الايدج. من غير ما تبص، طالما انا بقول لك الايدج معنى الايدج ده احكامه. بالنسبه للايدج، الايدج دلوقتي بتتكلم عن العمر. الطبيعي ان احنا في سننا كده الالفيولار بتاعتنا كلها شغاله، معنى كده ان احنا ما عندناش الفيولار. كل ما سنك بيكبر كل ما في بعض الالفيولاي بتبوظ، معنى كده بيبدا يتكون عندك الفيولار، فيبدا الفيسيولوجيكال يزيد. يعني مع تقدم العمر الديد سبيس كاجمالي بيحصل لها ايه؟ بتزيد هي كمان، لان بعض الالفيولاي بتبدا تبوظ. عشان كده بيقول لك الايدج الديد سبيس بتزيد في الاولد ايدج. ليه الديد سبيس بتزيد في الاولد ايدج؟ لان النون فانكشننج الفيولاي عددها بيزيد، كانه عاوز يقول لك هيبدا يتخلق الفيولار ديد سبيس. تاني عامل انرفيشن. الانرفيشن، الانرفيشن هو يقصد يمين يمين يا سمباثيتك يا بار. السمباثيتك هيزود الديد سبيس لانه هيعمل برونكيال دايلاتيشن، بينما البارا هيقلل الديد سبيس لانه هيعمل برونكيال كونستريكشن. كلمتين اتنين في لحظه وشرحناهم بالتفصيل. بص على اللي بعدها، ايموشن وستريس از سمباثيتك، زي السمباثيتك. لان الايموشن اللي هي الحاله النفسيه ان الشخص يكون متعصب،
والستريس اللي هو لما تكون مضغوط الايموشن والستريس هيشغلوا سمباثيك، فلما السمباثيك يشتغل هيزود الادرينال سبيس، لان في حاله الايموشن والستريس هيزيد افراز الادرينالين، ولما تزود افراز الادرينالين يعني كانك شغلت سمباثيك. امال لما اعكسها واقول في السليب، في السليب كانك شغلت بار، فالسليب بيقلل الادرينال سبيس لانه هيزود البار سمباثيك. بص هقولها ازاي بقى، تقدم العمر يزود الادرينال سبيس سمباثيك زي الايموشنز زي الاسترس بيزود، بينما البارا زي السليم. تعالوا نبص بقى على الريسبيراتوري موفمنت. الريسبيراتوري موفمنت معناها هل هو انسبيريشن ولا اكسبيريشن من غير ما اقراها؟ الانسبيريشن. فاكرين في الانسبيريشن كان ايه اللي بيحصل؟ لاتساع القفص الصدري بيزيد، ولما اتساع القفص الصدري يزيد الرئه كان اتساعها بيزيد، ومعنى ان الرئه اتساعها بيزيد يعني مجرى الهواء هو كمان اتساعه بيزيد، يعني اثناء الانسبيريشن انت محتاج توسع، ولما توسع هتزود الدين سبيس. عشان كده بيقول الانسبيريشن بيزود الدين سبيس لانه بيعمل وايدنينج بيوسع الاير باسج، بينما الاكسبيريشن طبعا في الاكسبيريشن القفص الصدري كنت بقول لحضراتكم ان هو لما بيتنفخ ايه اللي بيحصل له؟ بيرجع تاني زي ما كان. فاثناء الاكسبيريشن اتساع القفص الصدري بيزيد ولا بيقل؟ بيقل، فالرئه بتنضغط ومجرى الهواء بينضغط يعني بيضيق، فالاير كونتاكتنج زون لما تضيق الدين سبيس تقل، ففي حاله الاكسبيريشن الدين سبيس بتقل. اذا الايدج الايدج الاولد ايدج بيزود زيه زي السمباثيك، زيه زي الايموشن والستريس، زيه زي الانسبيريشن اللي انا قلتهم دول بيزودوا مين ومين ومين؟ ايدج وسمباثيك وايموشن وستريس وانسبيريشن. امال مين اللي بيقلل الدريس سبيس بقى؟ البار والسليب والاكسبيريشن، وده اللي بيجي في الام سي كيو يا جماعه. يقول لك كل مما يلي بيزود الدريس بيس ما عدا، او كل مما يلي بيقلل الدريس بيس ما عدا. بين قوسين فوق انا اكتب لك عندك نسيم. نسيم ده كان السكيما اللي كنت بشرحها لما كان الامتحان ريتن، كنت بقول لك نسيم. نسيم يعني ايه بقى؟ الدريس بيس معناه مفيش هوا بيحتاج تشينج، فانت محتاج نسمه هوا. فكنت بقول لك افتكر ان الفاكتورز افكتنج ان مفيش هوا الدير سبيس، انك محتاج نسمه هوا نسيم. الان الان كانت الان اكيد الانرفيشن النيرف النيرف انسبيريشن قلت سكيبات تاني. والاس اكيد سليم، والاي اكيد ايموشن، والاي اكيد ايج، والام اكيد موفمنت. فكنت بقول كده يعني انها نسيم عشان لو امتحان ريتن تفتكرها. انرفيشن سليب ايموشن ايج وريسبيراتوري موفمنت. سيجنيفيكانس اوف ديد سبيس، بص على جزء السيجنيفيكانس كده بعد اذنك. ايه هي اهميه الديد سبيس اصلا؟ ليه ربنا خلق الديد سبيس دي؟ ليه ربنا خلى فيه شويه هواء ما يحصلهمش جهاز اكسشينج؟ وده السؤال اللي انا سالته في اول حصه. كنت في اول حصه خالص قلت لك ان في شويه هوا بينبقوا هنا بيفضلوا هنا، ساعتها انت كنت عاوز تسالني هم قاعدين يعملوا ايه، وساعتها انا جاوبت قلت لك جايلنا قدام. ده بقى اللي جايلنا قدام، ليه في شويه هوا بيفضلوا في الاير كوندكتنج زون؟ ايه اهميه الدير سبيس؟ اهميتهم كالاتي: رقم واحد وول اوف اناتوميكال دير سبيس، جدران الاناتوميكال. ويقصد ايه بجدران الاناتوميكال؟ شويه الهوا اللي قاعدين هناك، شوية الهواء اللي قاعدين في الاير كوندكتنج زون مويستنينج اند وورم انسبايرد اير. فاكرين لما كنت بقول لكم ايه هي وظيفة النزل؟ لو الهواء سخن ترطبه، ولو الهواء بارد تدفيه بحيث يكتسب حرارة جسمك. تخيل بقى ان في شوية هواء دخلوا قعدوا في الاير كوندكتنج زون وخدوا حرارة جسمك بالظبط، وفضلوا موجودين عشان اي هواء داخل جديد ياخد حراره جسمك زيهم. فشويه الهواء اللي قاعدين دول كانهم احنا بدانا نتظبط شويه في النوز، انه بدانا نقرب من حراره الجسم. اول ما دخلنا الاير كوندكتنج زون قعدنا فيه ليه بقى؟ خدنا حراره الجسم بالظبط، فاي حاجه داخله بعد كده نبدا نظبط لها حرارتها بينا اللي قاعدين، وبالتالي كم الهواء اللي قاعد في الديد سبيس
بيلعب دور مهم جدا في ترطيب وفي تسخين الهواء اللي داخل عشان يكتسب حراره الجسم بالظبط. ادي اول سيجنيفيكانس. تاني سيجنيفيكانس هاز بروتكتيف ميكانيزم. وقلنا كلمه بروتكشن ديت معناها مش عاوز ترجمه جوجل. بروتكشن معناها ان انا اخلي اي فوري بودي ما يقدرش يوصل للالفيولاي. يعني طالما هو قبل الالفيولاي ينطرد شويه الهواء اللي قاعدين دول لو لقوا شويه هواء داخلين عدوا من النوز وعدوا من الفارنكس واللاركس والتراكيه وقربوا يخشهم شويه الهواء اللي قاعدين ياخدوا التراب اللي موجود فيهم واي فوري بودي يمسكوه ويقول للهواء خش نضيف. تيجي لما تعمل اكسبايريشن مين اول هواء بينطرد؟ اللي في الدريس بيس اللي فيه التراب هم ترد بره. فبيلعب دور وقائي بروتكتيف ميكانيزم عشان يخلي ما فيش اي جسم غريب يخش الالفيولار. اللي بعدها بقى واللي بعدها دي عايزك تسمع مني حاجه الاول. تخيل ان انا اول ما عملت اكسبايريشن طلعت كل الهواء اللي في الالفيولاي وطلعت كل الهواء اللي في الاير كونداكتنج زون. الهواء اللي في الجهاز التنفسي بتاعك حالا مقداره كام؟ صفر. تخيل ان انا خدت انسبيريشن ووصله ل 100% بقى بعد الانسبيريشن كام؟ 100% وبعد الاكسبيريشن بينزل لصفر. انت متخيل ان هو بيتحرك من العدم للامتلاء؟ ده معناه تغير كبير ولا تغير بسيط؟ كبير جدا. ما ينفعش ده يحصل. ما ينفعش تبقى الحاجه صفر وتقوم وصلها ل 100 ومن 100 تنزلها لصفر. ده بنسميه شارب تشينج في الجاز بريشر. تغير كبير جدا في ضغط الغاز. ده ممكن يخلي الجهاز التنفسي بتاعك ينفجر. عشان كده كان دايما لازم يتبقى شويه هواء بحيث انك بعد الاكسبيريشن مثلا 60%. فلما تيجي تاخد انسبيريشن تملاه 100%. لما تعمل اكسبيريشن ينزل ل 60 او 70 وبالتالي بقى التغير هنا مقداره 40 او 30% غير لما يكون التغير مقداره 100%. وبالتالي وجود شويه هواء يخلوا التغير في ضغط الغاز يبقى تغير كبير ولا تغير ضئيل؟ تغير ضئيل. وده اللي احنا محتاجينه في الجهاز التنفسي عشان ما ينفجرش. مكتوب عندك بريفنت شارب تشينج، بيمنع التغيرات الكبيره في ضغط الغاز ب الهواء اللي موجود بالفعل في الالفيولاي والهواء اللي داخل الجسم. انا عايز كلمه بريفنت الشارب تشينج في الجاز بريشر، بيمنع التغير الكبير في ضغوطات الغاز. بعد كده فاكرين حضراتكم المحاضره اللي فاتت لما خدنا حاجه اسمها نورمال بالمونري فينتليشن وافكتيف بالمونري فينتليشن؟ حد فاكر التعريف؟ نورمال بالمونري فينتليشن ده كان كم الهواء اللي بتستنشق اوكسجين بيحصل له جاز اكسشينج او ما بيحصلوش. امال الافكتيف اللي بيحصل له يعني كنا بنطرح 150 اللي هو مقدار الديد سبيس. يبقى ايه الفرق بين النورمال والافكتيف؟ الديد سبيس دول عشان كده بيقول لك الديد سبيس هي المسؤوله عن الديفرنس، هي المسؤوله عن الفرق بين التوتال بالمونري فنتليشن والافكتيف بالمونري فنتليشن. لان كان الفرق الجوهري بينهم مين بيحصل له جاز اكسشينج ومين لا، وده كده بالنسبه للسيجنيفيكانس اوف ديد سبيس. يبقى احنا في الديد سبيس اتكلمنا عن الديفينيشن والتايبس واتكلمنا عن الفاكتورز افكتنج واتكلمنا عن السيجنيفيكانس اوف ديد سبيس. العنوان الاخير في الديد سبيس هو الميجرمنت بقى اللي هو ازاي بنقيس الديد سبيس. والميجرمنت اوف ديد سبيس بيقاس كالاتي. عندنا طريقتين اثنين، طريقة بنقيس بيها الفيسيولوجيكال ديد سبيس وطريقة بنقيس بيها الاناتوميكال ديد سبيس. وبعد اذنك خد بالك من المسمى مهم جدا والمعادلة مهمة جدا. السؤال بيجي هنا يا مسمى يا معادلة. يعني ايه المسمى؟ نبدأ أول حاجة بالفيسيولوجيكال. هو يعني ايه الفيسيولوجيكال؟ اناتوميكال زي الهدر. أنا هجيب الإجمالي. سؤال، هل الطريقة دي بتساعدني في معرفة الاناتوميكال قد إيه والألفلر قد إيه؟ لا، دي بتحدد لي الفيسيولوجيكال كله على بعضه. سيان الفيسيولوجيكال قد الاناتوميكال أو سيان في ألفلر. الطريقة اللي بنقيس بيها الفيسيولوجيكال دي سبيس اسمها البوهر إيكويجن. اسمها معادلة بوهر. كان في عالم اسمه البوهر بدأ يعمل اختبارات كتير جدا وبدأ يعمل تجارب كتيرة جدا لحد في الآخر ما لقى إن في معادلة. المعادلة دي بتساعدنا في معرفة الفيسيولوجيكال ديد سبيس فسماها باسمه معادلة بوهر، بوهرز إيكويجن. وبوهر إيكويجن المعادلة دي بتعتمد على علم بعد إذنك الكونسنتريشن أوف سي أو 2.
بتعتمد على تركيز السي او 2. وطبعا انا مش عاوز اعرف تفاصيل خالص، مش عاوز تفاصيل، انا عاوز الاسم والمعادله. ازاي بنجيب الفيسيولوجيكال ديد سبيس كمعادله بقى؟ قلنا بنعتمد على تركيز مين؟ سي او 2. ازاي بقى؟ بنشوف تركيز السي او 2 في الالبلر اير، يعني بناخد عينه هواء من الحويصلات الهوائيه ونبعتها المعمل نشوف تركيز السي او 2 كام، وناخد عينه من الهواء اللي خارج اللي هو اسمه الاكسباير دي ايه ونبعته المعمل ونشوف تركيز السي او 2 كام. بمعنى اصح دلوقتي انت عملت اكسبايريشن، خدت الهواء اللي طالع ده بعته المعمل قلت له شوف لي تركيز السي او 2 قد ايه في 100 مللي هواء، ثم دخلت سرنجه سحبت 100 مللي هواء من الالفيولاي وبعتها المعمل وقلت له شوف لي تركيز السي او 2 قد ايه في ال 100 مللي هواء. يعني انا خدت عينه هواء منين ومنين؟ عينه من الالفيولاي وعينه من الاكسباير، وشوف تركيز السي او 2 في 100 مللي هنا وهنا. تركيز السي او 2 في 100 مللي من الالفيولاي هطرح منه تركيز السي او 2 في 100 مللي من الاكسباير، ثم اقسمه على تركيز السي او 2 في 100 مللي من الالفيولار واضرب ده كله في التايدال فوليوم. دي المعادله. يبقى المعادله بتقول ايه؟ تركيز السي او 2 في الالفيولار ناقص الاكسباير مقسوما على الالفيولار مضروبا في التايدال اللي هو التايدال مقداره كام؟ 500. هيطلع لك رقم، الرقم ده هو الفيسيولوجيكال ديد سبيس. يبقى المعادله دي سميناها بوهرز ايكويشن. وخليك فاكر البوهر بدأ بحرف البي وهي بتقيس الفيسيولوجيكال، البوهر هي اللي بتقيس الفيسيولوجيكال اللي بتعتمد على تركيز السي او 2، هي اسمها بوهر ايكويشن اللي بنقيس بيها فيسيولوجيكال ومعتمد على تركيز السي او 2. بنجيبها سي او 2 الفلر ناقص اكسباير مقسوما على الفلر مضروبا في تايدال فوليوم. ده كده عشان تجيب الفيسيولوجيكال. عيب الطريقه دي ايه؟ مش قادر احدد هل كل الفيسيولوجيكال ده اناتوميكال ولا هل في الفلر. عشان كده كان لازم يجي عالم بعدها يبدا يحسب لي الاناتوميكال، لان خلاص انا عرفت اجيب الفيسيولوجيكال ازاي، فالعالمين دول بيكملوا بعض. بمعنى واحد قال الفيسيولوجيكال شكرا، التاني هيحسب الاناتوميكال. فانا دلوقتي لو انا عاوز احسب كل حاجه على حده هحسب الاول الاناتوميك بطريقه فاولر، ثم هحسب الفيسيولوجيكال بطريقه بوهر، ولو ده قد ده يبقى مفيش الفلر. طب لو لقينا ان الاناتوميكال صغيره والفيسيولوجيكال كبيره يبقى في الفلر، فاحنا بنكمل الاثنين مع بعض. جبنا الاجمالي من الفيسيولوجيكال، تعالوا نجيب الاناتوميكال ديد سبيس، وده بينقاس بطريقه اسمها فاولرز ميثود، طريقه فاولر. ده عالم برضه ما اسمهاش فلاور، عشان في حاجات بتشيل غير طريقه الورده، ما اسمهاش طريقه الورده يا جماعه، ده اسمه فاولر، ده عالم اسمه فاولر بنسميها طريقه فاولر. واحنا قلنا البوهر بتعتمد على تركيز السي او 2، بينما طريقه فاولر بتعتمد على تركيز النيتروجين. بيقول لي ات كان بي ميجرد عن طريق كيرف، الكيرف ده اسمه سنجل بريس نيتروجين كيرف. اسمع بقى ده يعني ايه الكلمه دي، سنجل بريس معناه نفس واحد، نيتروجين كيرف يعني انا هقيس مستوى النيتروجين في الهواء اللي خارج من جسمك واحطه في كيرف على صوره نقط واوصله واشوف الكيرف هيطلع ازاي، في اكتر من نفس ولا نفس واحد؟ في نفس واحد، سميناه سنجل بريس. وانا بقيس مستوى مين؟ النيتروجين، وبحطه في محاور فبعمل كيرف، بنسميها فاولر ميثود. الطريقه ازاي بقى؟ الطريقه كالاتي، الاو سبجكت، سبجكت ده اللي هو هنعمل له التجربه، الشخص اللي هيعمل التجربه، الاو سبجكت تو تيك ديب بريس اوف بيور او 2. واقف لحد هنا، يعني انا الاول اخلي الشخص كلمه ميت سراسي دي معناه ان هو قاعد مرتاح جسمه معدول، وخليه ياخد نفس، النفس ده عباره عن بيور او 2 او 2 بيور او 2. سؤال بقى، هو كان عنده هواء موجود في الاناتوميكال ديد سبيس صح؟ الهواء ده كان تركيبه ايه؟ نيتروجين واكسجين بتاع الجو. لما انا دلوقتي هقول له خد نفس بيور او 2، الهواء اللي كان هنا راح فين؟ هينزل قلبه، والهواء اللي داخل هيقعد في الديد سبيس. سؤال بقى، يبقى الهواء اللي في الديد سبيس دلوقتي تركيبه بيور او 2، والهواء اللي في القلب تركيبه او 2 ونيتروجين.
سؤال بقى، التجربة هتبقى في الاكسبيريشن. يعني انا الاول هقول له خد هواء O2 عشان املاله الديد سبيس O2، ثم بعد كده هقول له طلع زفير مرة واحدة. هو اول هواء هيطلع هيبقى عبارة عن بيور O2، وساعة ما تبدأ تلاقي النيتروجين طلع ده معناه انك بدأت تجيب من الالفلر. سؤال بقى، طول ما بطلع O2 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 يبقى انت ده كله بتطلعه من الديد سبيس. اول ما تبدا تطلع O2 ونيتروجين يبقى انت طلعت الالفلر. فانت هتفضل تحسب كم من هواء لحد ما تلاقي فيه نيتروجين هيبدا يطلع. اول ما تلاقي نيتروجين هيبدا يطلع وقف، لان ما عادش الديد سبيس. فكانه عاوز يقول لك املى الديد سبيس اكسجين والالفلر هيبقى فيها اكسجين ونيتروجين. انا مشكلتي مش بالشريط، مشكلتي في الزفير. اقول له طلع زفير، طول ما هو بيطلع O2 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 فالهواء ده جاي من الديد سبيس. اول ما الاقي O2 بدا معايا يبقى فيه نيتروجين، ستوب بقى خلاص، اللي طلع ده هو الديد سبيس، الباقي ده الهواء العادي. دي التجربه اللي انا بتاعت فورا. عشان كده بيقول احنا هنخلي الشخص يتنفس الاول بيور O2، سو ديد سبيس ويل بي فيلد ويز بيور O2، لان احنا متفقين الديد سبيس بتمتلئ باللي انت هتتنفسه. انت اتنفست بيور O2، يبقى الديد سبيس دلوقتي مليانه بيور O2. هخليه يعمل بقى اكسبيريشن، ولما اخلي اسك السبجكت تو اكسباير خليه يبدا يطلع عن طريق، بس ما يطلعش بقى كده اللي هو لا، بنديله انبوبه. الانبوبه دي متصله، يعني انبوبه متصله بالجهاز. الجهاز ده عمال يقول لك الهواء اللي طالع تركيبه كذا 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 100% O2 100% O2 100% O2 100% O2 100% O2. بعد كده هتلاقيه بيقول لك ايه، 70% نيتروجين و20% O2، يبقى ده الفلر. يبقى الدريس بخلص، احنا بنوصلها بجهاز. الجهاز ده ليه انبوبه، الانبوبه اسمها نيتروجين فلوميتر. نيتروجين فلوميتر وايل اكسبايرد جاز، الهواء اللي بيطلع ده از كونتينوسلي ميجر، بنبدا نقيس تركيز الغازات فيه. وانا عاوزك تقف عند كلمه اكسباير ثرو نيتروجين فلوميتر. الاول هو عمل ايه؟ انسبايريشن بيور O2، يبقى الديد سبيس مليانه بيور O2، ثم هقول له اعمل اكسبايريشن، فالانبوبه اسمها نيتروجين فلوميتر، ثم هبدا اعمل الكيرف. مكتوب عندك بقى O2 فيلينج الديد سبيس، هو اول حاجه هتطلع ويل بي اكسبايرد فيرست، ثم بعد كده مين اللي هيطلع؟ الالفلر. فاحنا لما بنيجي نبص على الكيرف بنلاقي الكيرف بيمر باربع مراحل. المرحله الاولى، وخد بالك الكيرف ده رسمه اكسبايريشن ولا انسبايريشن؟ اكسبايريشن. بص بقى، انا دلوقتي بتنفس في الانبوبه والجهاز عمال يقول لي التركيز، وانا باخد التركيز احطه على الكيرف. لقينا ان الكيرف بيمر باربع مراحل. حد متخيل، حد يقدر يقول لي ايه هي المراحل دي؟ المرحله الاولى ان الهواء اللي خارج كله هيبقى بيور O2، ثم المرحله الثانيه هيبقى بيور O2 مع شويه نيتروجين، ثم هيبدا يطلع نيتروجين، ثم بعد كده هتلاقي النفس خلاص ما عادش فيه حاجه. بص مكتوبه ازاي عندك المراحل الاربعه. الفيز 1 النيتروجين كونتنت، كم النيتروجين، طبعا بنقيس كم ايه؟ نيتروجين، لان قلت لك احنا في طريقه بوهر بنعتمد على تركيز CO2، بينما في فاولر بنعتمد على نيتروجين. فالهواء اللي خارج احنا بنقيس تركيز النيتروجين فيه. في الفيز 1 اكسبايرد اير از فورمد اوف، في الفيز 1 اول هواء هيخرج الهواء اللي خارج تركيبه بيور O2، وبالتالي البيور O2 ده جاي من دير سبيس. معنى كده كم من نيتروجين؟ مفيش. عشان كده كاتب النيتروجين كونسنتريشن از زيرو. معنى كده ان كل الهواء اللي بيطلع في فيز 1 هو جاي من الديد سبيس، يعني بيور O2. تعال بص على الفيز 2. الفيز 2 النيتروجين كونسنتريشن بيبدا يزيد، ولازم اقول لك انا الجمله دي في النص الثاني من فيز 2. النيتروجين كونسنتريشن بيبدا يزيد في النص الثاني من فيز 2. يبقى انت فيز 1 الهواء اللي خارج فيها كله تركيبه بيور O2. طب فيز 2 النص الاول منها
بيور او 2 والنص الثاني بقى او 2 مع النيتروجين من غير ما اكمل بقى. يبقى الدير سبيس الهواء اللي في ايه وفي ايه؟ اللي طلع في فيز 1 ونص فيز 2، ده اللي انا عاوزك تعرفه. عشان كده بيقول لك في فيز 2 الاكسبايرد اير بيكم ميكتشر اوف دير سبيس والفلر اير. دير سبيس امتى؟ في النص الاول، والفلر في النص الثاني. تعالى بص على فيز 3. فيز 3 بيقول لك النيتروجين كونسنتريشن ريتش بلاتو. ريتش بلاتو يعني ايه؟ تلاقي مستوى النيتروجين بدا يثبت. يعني الاول مستوى النيتروجين كان كام؟ صفر، ثم يبدا يزيد ثم يثبت. يبقى هنا كان زيرو ثم هنا بيزيد ثم هنا البلاتو اللي هي مرحله الثبات. عشان كده بيقول لك النيتروجين بيوصل بلاتو اكسبايرد اير بيكم بيور الفلر. هو عاوز يقول لك معنى كده ان مفيش هنا نقطه هواء واحده تعامل كانها ديد سبيس. يبقى سؤالي بقى، في فيز 1 الهواء ديد سبيس بيور او 2 يعني ديد سبيس، في فيز 2 النص الاول ديد سبيس والنص الثاني الفلر، امال فيز 3 كله الفلر بيبقى بيور الفلر اير. امال في فيز 4 نيتروجين كونسنتريشن انكريز جراديوالي، يعني تلاقي تركيز النيتروجين بدا يزيد تاني في نهايه فيز 3. فكانه عاوز اقول لك ايه؟ بناء على تركيز النيتروجين بنعمل الكيرف. الكيرف ده سميناه ايه؟ سنجل بريس نيتروجين كيرف. مستوى النيتروجين في فيز 1 بيبقى زيرو، مستوى النيتروجين في فيز 2 بيزيد، ثم في فيز 3 بلاتو، ثم في فيز 4 بيزيد، يعني هو بيزيد في 2 فيزز. الثانية والرابعة، أمال بيبقى صفر في الأولى، أمال بيثبت بلاتو. طب اللي أنا عايز أعرفه بقى، أنا عايز أعرف ديد سبيس. هنا هتبقى ديد سبيس، ونص فيز 2 هتبقى ديد سبيس. يعني لو كنت جاي عامل لك هنا كده وهنا كده، ده هيبقى ديد سبيس، ومعنى ديد سبيس إن هو هيبقى بيور او 2، يعني مفيش نيتروجين. امال هنا هيبدا يبقى في نيتروجين بقى، وده هيبقى الالفلر، وبالتالي ده مش ديد سبيس. سو الديد سبيس هتساوي بقى فوليوم اوف اير اكسبايرد فروم ستارت اوف فيز 1 لحد الميدل اوف فيز 2، لحد نص فيز 2. كم من الهواء ده هو الديد سبيس؟ ببساطه كم من الهواء اللي بيعامل كانه ديد سبيس في تجربه فاولر هو كم من الهواء اللي بيبقى بيور او 2، او بطريقه ثانيه كم الهواء اللي ما فيهوش نيتروجين. وده الطريقه اللي بنقيس بيها الاناتوميكال. جبت الاناتوميكال وجبت الفيسيولوجيكال بطريقه بوهر، ابدا شوف بقى قد بعض ولا هل في الفلر ولا الوضع ماشي ازاي. وده كده بالنسبه لدرس الديد سبيس كديفينيشن كتايبس كنورمال فاكتورز افكتنج كميجرمنت وكسيجنيفيكانس اوف ديد سبيس.